إلهنا ارحم ضعفنا وفرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا وامطرنا برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم في هذه الساعة نسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وادخلهم جنتك يا أرحم الراحمين.